القاهرة، لو لاحظنا كلا المؤتمرين سواء لجيك سوليفان مستشار الأمن القومي أو لماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كان هناك نقاط كثيرة مشتركة، ولكن من أكثر النقاط المشتركة بين كل المتحدثين الأمريكيين منذ قليل كان أنه سيكون هناك تداعيات كبيرة على إيران بعد هذه الضربة. برأيك ماذا تعني هذه الجملة، وهل هذا ربما يمهد الطريق لقوس مفتوح من الاحتمالات التي قد تقوم بها إسرائيل؟ مساء الخير أستاذ عمرو. يعني هو في الواقع يعني يمكن اعتبار هذه التصريحات بمثابة ضوء أخضر لتنفيذ التهديدات التي سمعناها من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الليلة يعني خلال الساعات القادمة ستكون ساخنة، وأن إسرائيل ستضرب في عدة أماكن في الشرق الأوسط، يعني عمليا بالولايات المتحدة، وبعد يعني محاولة لمنع إسرائيل من تصعيد الموقف مع لبنان وطرح مقترح للهدنة لمدة 21 يوما تخلت تماما عن هذه الدعوات بعد اغتيال السيد حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي، والآن هي تتبنى تقريبا نفس الموقف الإسرائيلي، الموقف الهجومي، من أن قتل نصر الله هي مسألة مشروعة ووصفوه بالإرهابي وأنه على يده ملطخة بدماء الكثير من الأمريكيين. وبالتالي يعني أصبحنا حتى نرى حملة من التحريض في الإعلام الأمريكي نفسه وفي داخل الكونغرس الأمريكي ضد إيران والمطالبة بتوجيه ضربات مباشرة حتى على البرنامج النووي الإيراني في أعقاب هذه الضربة. فأعتقد يعني أننا للأسف سيبقى أمامنا بعدة أيام وربما أسابيع، ولا يعلم أحد كيف سيمتد هذا الأمر، ولكن لا أعتقد أننا سنشهد نهاية قريبة لهذا الحجم من التصعيد في أعقاب الضربة الإيرانية اليوم. نعم هي لم تكن يعني من ناحية النتائج لم تؤدي إلى قتل أعداد من الإسرائيليين، ولكن من المؤكد أن استخدام هذا العدد الكبير من الصواريخ واستهداف تل أبيب ويافا ووسط إسرائيل وجنوب إسرائيل كلها كانت وإجبار ملايين الإسرائيليين على البقاء في الملاجئ لما يزيد عن الساعة، هي كلها أمور ربما يعني تؤكد أن حالة الانتشاء التي يعيشها نتنياهو ووزراء حكومته منذ اغتيال السيد حسن نصر الله ربما يعني لن تدوم كثيرا، خاصة إذا لم تسير الأمور على ما يرام أو كما يتصور في جنوب لبنان، وفي حال التوسع في الهجوم البري الذي يبدو أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن بالطريقة التي كان يتوقعها البعض من ناحية دخول أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان.